في خضم كل الأجواء الملبدة بغيوم الحرب، وفيما تحاول الفيحاء جاهدة أن تنفض عنها ثوبا لبسته غصبا، تصدح أصوات العقل والمعرفة، أصوات أصرت أن تتميز لتعبر عن ذاتها وسط الضجيج وبالرغم من ضيق مساحة الاهتمام بها. هم مبدعون متميزون من عاصمة الشمال طرابلس، ثروتهم عقولهم ورسالتهم من إنجازاتهم واحدة، طرابلس مدينة العلم والحضارة. إيهاب الحلاب أحد أبناء الفيحاء المبدعين، كان على متن مركب صغير في عرض البحر ذات يوم، وإذ به يسقط في الماء، انقطع نفسه وكاد يغرق، وبعد سنين من التفكير والبحوث، كان الاختراع الأول الخياشيم الاصطناعية التي تمكن الإنسان أن يتنفس عبرها تماما كالأسماك. الاختراع الثاني هو الصباط. كيف فكرة السيارة؟ بتصير بمشي كمسافة 15 كم بالساعة بدون أي تعب. هذا الشيء كتير بفيد، بخفف من زحمة السير، والناس اللي مش قادرين يمشوا بيقدروا يمشوا عليه. وفيك تقطعي مسافات المطارات المولات، فيك تكزري فيهم، وصديق للبيئة مش على البنزين. برد اختراع ثالثة اللي هي قريبة على الخياشيم، بس تستخدم بالبر للمستشفيات اللي بيستخدم مجرات الأكسجين، أو بالإسعاف بيستخدم مجرات الأكسجين. سواء أنت بتحط المي هو بياخد الأكسجين تلقائيا منها. طرابلس انبسطت لأنه في ناس عم يحسنوا صورتها، اللي هي الصورة اللي اخترع الناس اخترعوها مسوها. وطرابلس بالنسبة لنا كمبدعين، طرابلس بالنسبة لي كمان شخصيا هي جامعة هارفارد كبيرة للمخترعين، تحضر كل المخترعين والناس المبدعين. المشاكل اللي بطرابلس ما بتيأسنا، ما بتخلينا نطلع لبرا، بالعكس تخلينا نفكر كيف اكثر ندل ونحل هالمشاكل للبلد. رسالتي كطرابلسي، الطرابلسيين ما يؤسوا، ما يقولوا ما في دولة، ما يقولوا كمان جمهورية طرابلس، لانه طبعا يحسنوا يفكروا كيف بدنا نحسن صورة طرابلس للايجابية اكثر. وجوه أخرى رفعت اسم طرابلس كما لبنان في الميادين الخارجية، ومنها مجد حلاب الذي حاز قبل نحو أسبوعين على الميدالية الذهبية خلال مشاركته في بطولة كأس العالم لرياضات قوة الرمي والدفاع عن النفس التي أقيمت في اسطنبول. وقد حل لبنان أولا برصيد 6 ميداليات ذهبية. مجد يأسف أن قلة في المدينة يشوهون صورتها، ويؤكد على جهود أبنائها في تغيير هذه الصورة. طرابلس مثل ما بيشوفوا على التلفزيون، العالم بفكر انه طرابلس مدينه كلها ارهابيه، بفكروا انه طرابلس مدينه المشاكل، مدينه الارهاب سموها على التلفزيون. نحن عم نجرب هذا الشيء نوضحه اكثر، نبلش انه نحن بما انه بهالمشاكل بظل كل هالاشياء نحن قادرين عم نركز نعمل مراكز برا. ومثل هذا الشيء تبين انه ما بس من جهه رياضيه، من جهة العلم كمان عم تبين كتير معنا هالأشياء، والأكثر العالم عم تطلع مش من لبنان، مش من طرابلس كمان. نعتز ونفتخر بأنه رفعنا علم لبنان مئات المرات بسمى أوروبا وبسمى العالم، وهذه ما ليست لأول مرة. لبنان هذه للمرة الخامسة بحقق المركز الأول في بطولة العالم. من الإنجازات والاختراعات إلى الإبداع الذهني مع الطفل محمد المير ابن العشر سنوات، الذي نال لقب العبقري العالمي الأول في مسابقة الحساب الذهني التي أجريت في ألمانيا، عاد بعدها إلى يومياته التي لا تختلف عن يوميات أي طفل. وببساطة الكلمات يرفض محمد كل أعمال العنف في مدينته، ويرى ضرورة تسليط الضوء على إبداعات أبناء المدينة. نشوف طرابلس في عالم بيطلع من أبرار شيء بيعملوا، ما أنا بس مدينة إرهاب. شو اللي ضايقك للأشخاص ليدعموا المبدعين؟ يسلطوا الضوء عليهم، يجيبوا إعلام، يساعدوهم بهالمجالات. من أحياء طرابلس القديمة صمم مصطفى قبداكي، أو كما يعرف بستيف، سيارته السوبر رياضية طرابلسية الصنع، وأطلق عليها اسم سبايدر ليحقق من خلالها حلما لطالما راوده في الصغر. ورسالته من وراء السيارة واحدة، طرابلس ليست مدينة الإرهاب.
هيدا مش موضوع سيارة، هيدي رح ارجع اقولها للمرة الالف، هيدي رسالة بدي اتلقها من طرابلس. طرابلس ليست حاضنة للارهاب، هذا الموضوع منو مشروع سيارة، موضوع رسالة. وانا عندي سفرة على السعودية ب 15 كانون، كانون 15/1 يعني 2015. هيدي السيارة رح توقف قدام من السيارات اللي صاحبة المليارات الدولارات، مثل ما بيقولوا عرش السيارات، فيراري، لامبرجيني، هدول السيارات العالمية. وأنا طالع بكل تواضع بس بهيبة طرابلسية لحتى نوقف قدام السيارات ونقول إنه نحن في عنا أحلام، وإن شاء الله لو في دعم إسا بتشوف السيارة مختلفة كلياً. من هذه المدينة التي تجسد زمنا آخرا جميلا، مدينة النوستالجيا التي تطل على حاضر يختزل الأزمنة والذكريات والأحلام، تشرق أضواء لتبقي الفيحاء على الخارطة العالمية بصورة الأبهى، إبداعات تعيد للطرابلسيين اعتزازهم بمدينتهم، ومعارك ونزاعات وصراعات ستزول حتما. وحدهم الباقون في الذاكرة، طرابلسيون حققوا للفيحاء معالم ثقافية وعلمية وإبداعية لا تمضي مع زمنهم، لأنها مسجلة في ذاكرة العالم باسم لبنان لهذا الزمن ولكل زمن.